يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي محافظة كفر الشيخ عقد مؤتمر بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات والقيادات والشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي المحافظة لاستعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة. زي ما تعودنا من التحالف الوطني على عمله المستمر في تنمية الوطن، النهاردة بيجوب محافظات مصر عشان يحكي حكاية الوطن، ومحافظة كفر الشيخ من أهم محطات التحالف الوطني ولقاءاته الجماهيرية لعرض أهم إنجازات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال سنوات صعبة كان التحالف جزء مهم من نجاحها. ده واحد من ضمن اللقاءات اللي بيعملها على مستوى الجمهورية لدعوة المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي اللي هو إن شاء الله يوم 10 و 11 و 12 ويدعو الناخبين في جمهورية مصر العربية لرد الجميل وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي المرشح رئيس الجمهورية، وده من أجل الاستقرار من أجل التنمية. النهاردة احتفالية في حب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كان البعض يعتبره مرشح للرئاسة أو هو الرئيس الحالي فهو زعيمنا وهو قائد المسيرة، داعمين لسيادته، مقدرين جهود سيادته، مقدرين تضحية سيادته من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والحفاظ على مقدراته، وطبعا بنشكره على كم الإنجازات اللي تمت منذ أن تولى المسؤولية على كل المستويات. ثقة أهالي كفر الشيخ في الرئيس السيسي والتحالف الوطني وإنجازاته بالمحافظة وقراها كان الدافع الرئيسي لحضورهم وتأكيدهم على النزول في الانتخابات المقبلة ودعم القيادة السياسية لاستكمال مشوار التنمية. كل احتفالية بتحاول تدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الانتخابات بحب الحقيقة اللي موجود لفخامة الرئيس عند الشعب الكفراوي كله. بقول لهم بداية قوية إن شاء الله للتحالف في حب مصر. يوم رد الجميل لسيادة الرئيس وأقل حاجة تتعمل ويعني من شعب كفر الشيخ وجمهورية مصر العربية كلها، وكلنا هنا على قلب رجل واحد ومصر كلها على قلب رجل واحد، الرجل الذي نقل مصر نقلة لا كنت أتوقعها. التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الشاملة كلها إنجازات اتقدمت لأهالينا في كفر الشيخ ومحافظات مصر، ولأن الجمهورية الجديدة هدف كبير بنسعى لتحقيقه بيستمر التحالف الوطني في عقد اللقاءات الشعبية لعرض مكاسب السنوات اللي فاتت والسعي لاستكمال المشوار وتحقيق رؤية مصر 2030.